أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقرة على أهمية الموقف بين الدول الشقيقة تجاه التعامل مع القضايا المختلفة، فكلما كان موحدا كلما كان صداه أقوى. وقد أكد سموه أن المملكة العربية السعودية قوية بقيادتها وبأفعالها المشرفة عربيا وإسلاميا، وأن المواقف التي أظهرتها الدول الشقيقة والصديقة المساندة للمملكة العربية السعودية تعكس ما تحظى به من احترام وتقدير في محيطها العربي والإسلامي والدولي لمواقفها المشرفة، مشيدا سموه بالعلاقات البحرينية السعودية الأخوية المتجذرة تاريخيا وبما تتكئ عليه من مخزون أساسه وحدة الدين والمصير والأواصر المشتركة، ما جعل العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية انموذجا مشرفا في العلاقات بين الدول. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من كبار المسؤولين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة وحدة القرار الخليجي في كل ما يخص أمن دول المنطقة واستقرارها، وبضرورة تنسيق المواقف حيالها انطلاقا من وحدة المصير، فالمخاطر التي تحيق بدولها لن تستثني أحد، وهو ما يجب الالتفاف والتكاتف لمجابهتها. إلى ذلك، فقد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتعامل الصحافة البحرينية مع الأوضاع السياسية والاجتماعية وبالمسؤولية الوطنية التي تطلع بها في تعاطيها مع الأحداث.